التركيز على العدو الحقيقي واستعادة البوصلة وتحديد الهدف، توحيد الصف أولى أولويات المرحلة. والعدو هزم في لبنان وغزة وكان في ظاهر قوة، وإن هزيمته اليوم أرجح وهو في وهن جليل. غالبية الموجودين في السلطة لا يقرون بالتغيير ولا يريدون التغيير ولا يؤمنون بالتغيير، فحاولت أنا هون بدوري في عملية التطوير والتغيير لهذا النظام، لأنه اعتبرت أنه هذا النظام غير قادر على الاستمرار بالطريقة التي يعمل بها حالياً. تبقى فلسطين قبلة جنوبنا وبوصلتنا القدس، نحميها ونستعيدها معاً. من عدوان 93 إلى مجزرة أيلول في بيروت ضد أوسلو ورفض الهندسات المالية، محطات مفصلية في تاريخ لبنان عايشها وكانت فاعلا فيها، فماذا في كواليسها؟ سياسي مثقف عربي صلب دافع عن المقاومة وواجه المنظومة، فأين هو اليوم؟ وزير الداخلية اللبنانية السابق بشارة مرهج، أهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بإيجاز، نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. معالي الوزير، أنت كنت وزيرا في 3 حكومات، أولها بعد انتخابات 92 من القرن الماضي، واستلمت وكلفت بواحدة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات في لبنان، ألا وهي وزارة الداخلية. نتحدث عن تاريخ أيضا له أثر كبير يعني ومفصلي في تاريخ لبنان الحديث وحتى تأثيراته على المنطقة، وسنبتلق من محطة أيضا مفصلية ألا وهي مجزرة 13 من أيلول عام 93 من القرن الماضي. كنت وزيرا للداخلية وتجلى لك موقف وطني وأخلاقي وسياسي كبير برفض يعني إطلاق النار على هذه التظاهرة. نريد أن نعود إلى الكواليس لنسأل اليوم بعقل بارد، ماذا ولماذا وكيف أخذ القرار بإطلاق النار؟ وأنت كتبت في كتابك كهوف السلطة بأنه يعني كان في قرار على مستوى السلطة في لبنان لرفض هذه التظاهرة. نعم، كان هناك قرار حاسم من السلطة اللبنانية للتعرض لهذه التظاهرة، لأنها كانت تظاهرة مؤيدة للمقاومة، وكان المشروع المطروح يوم ذاك هو التخلص من المقاومة. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء نرى أن كل زيارات المسؤولين الأمريكيين من سفراء ومن مستشارين ومن وزراء خارجية، وسبق أن زارنا العديد من وزراء الخارجية، كانوا يستفيدون من الوضع العربي المتهالك تجاه إسرائيل ويضغطون على لبنان كي ينضم للقافلة، قافلة التطبيع وقافلة السلام مع دولة العدو إسرائيل، منطلقين من مؤتمر مدريد. وكان دائما وزير الخارجية الأمريكي يقول لرئيس الجمهورية وزير الخارجية أن إسرائيل أصبحت مستعدة الآن، فليستعد لبنان لهذه الخطوة الحاسمة في تاريخي وفي تاريخ من أخذ القرار بإطلاق النار وما موقع واشنطن منه؟ واشنطن كانت تريد من الدولة اللبنانية أن تتخلص من المقاومة بالطريقة التي تراها مناسبة، ولو اضطر الأمر لاستخدام السلاح والسلاح الثقيل بوجه المقاومين الشجعان البواسل. عندما كنت أذكر للرئيس الهراوي أن هذه الوعود الأمريكية يجب عدم الركون إليها، لأن هذه الوعود معظمها كاذب، وهناك تجارب أليمة في السابق كان الطرف الأمريكي يعد فيها الطرف العربي بإنجاز ما أو بتحقيق إنجاز ما ثم يتراجع ودون أن يعتذر. فقلت له لا تتكل كثيرا على الوعود الأمريكية. قال لي ماذا تقول؟ أنا لقد تحدثت مع الرئيس بيل كلينتون لمدة ساعتين بينما هو في الطيارة متجها من واشنطن إلى بكين. قلت له لو كان واثقا من كلامه الرئيس بيل كلينتون لما حدثك ساعتين، كان أرسل لك السفير الأمريكي ليبلغك الرسالة كما هي. لكن هذه
المكالمة التي امتدت على ساعتين يريد إقناعك بأمر ليس هو مقتنع به. أنا قلت له أنا لست واثقا ولست متأكدا، ويجب أن ننتبه كثيرا لأن هذه الوعود يمكن أن تتبخر في لحظة من اللحظات، وممكن يقول لك الرئيس بيل كلينتون سوري سوري مستر بريزيدنت ما قدرنا نلبي لك الطلب، وهيك صار الحقيقة. لأنه لكن إسرائيل لكن القرار الذي نفذ بشكل مباشر يعني اليوم، هل يمكن الحديث عن من أخذ القرار ونفذه أم فعلا لا يوجد يعني أسماء أو جهات بعينها؟ قرار هو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ككل أخذوا قرار بالتصدي لل وبإطلاق النار، تظاهرت بالشارع ضد أوسلو، يعني ضد مشاركة لبنان بالدخول بالعملية السياسية والانخراط فيها. فكان الفريق المقاومي والحركة الوطنية وأنصار المقاومة والحركة الوطنية يعني مصممين على الخروج على الشارع وإبداء رأيهم بأوسلو الذي هو كارثي بالنسبة للفلسطينيين وكارثي بالنسبة لكن إطلاق النار يعني كان يمكن تجنبه، يعني منع فض التظاهرة، وكأنه في تعمد في إطلاق النار في حينها في أهداف من وراءها، لأنه كانت يعني في حينها كانت البلاد يمكن أن تدخل في أتون حرب أهلية وبعدها جراحة بين قوسين، يعني الحرب الأهلية لم تشفى يعني بعد. بذلنا جهود كبيرة لتجنب إطلاق النار على المظاهرة، المظاهرة كانت سلمية وكانت النساء فيها بنسبة كبيرة، وأنا اتجهت إلى رئيس الجمهورية باللحظة الأخيرة بعدما كنت قد راجعته مرارا في النهار السابق للمظاهرة وحتى في الليل وفي الصباح، لكنه كان متجمدا عند رأيه وقال لا نستطيع أن نغير قرار مجلس الوزراء الذي هو التصدي للمظاهرة. قلت له القرار ليس أهم من وحدة البلاد، والقرار ليس أهم من السلام في البلاد، والقرار ليس أهم من الوحدة الوطنية، لأن التعرض للضاحية والتعرض للمقاومة والتعرض للجماهير الشعبية سيؤدي إلى جرح كبير لا يمكن لأمه لاحقا. هذه ستكون خسارة كبيرة، وستكون خسارة أكبر عندما تتراجع إسرائيل عن حدودها الافتراضي. طيب معالي الوزير، هذا الموقف اللي أنت أخذته والرفض، وتجلى أيضا بالبداية بتجميد عضويتك في الوزارة، لكن في ما أنت يعني يبرز هذا الموقف بالرفض ومحاولة منع إطلاق النار ومن ثم الصوت الأعلى يعني كاحتجاج بتجميد عضويتك في الوزارة، كان في مرسوم منتصف الليل، وهذا أيضا ذكرته في كتابك كهوف السلطة، كنت تتحدث عن تجربتك في وزارة الداخلية. حدثنا عن هذا المرسوم الذي كان عنوانه تعديل حكومي وهو غير دستوري كما تم توصيفه لإخراج مرج بشارة من الحكومة بناء على هذه المواقف. صحيح، بس بحب نوه بموقف قائد الجيش آنذاك الذي وقف موقفا مشابها لموقفي ورفض إطلاق النار على المتظاهرين، فقامت مجموعة حتى الآن لم يكشفها التحقيق بإطلاق النار على المتظاهرين، وسقط العديد من الضحايا والشهداء والجرحى. وهذا تحدث عن قائد الجيش إيميل لحود في حينها. إيميل لحود طبعا الذي وقف موقفا مشرفا، فأنا شنيت يعني سياسيا شنيت حملة على القرار وعلى من هو وراء القرار ومن أطلق الرصاص ومن هو الذي أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص، لكن المقاومة كانت رشيدة في تحركها وفي مواقفها، فأبدت رأيها ولكنها لم تتجاوز الخطوط التي تحفظ السلم الأهلي وتحفظ الهدوء الداخلي، لكن شنت حملة سياسية كبرى على النظام وأركان النظام واتهمتهم بالخروج عن الأصول القانونية والوطنية. هلأ بالنسبة للمرسوم، مرسوم منتصف الليل سميته، هذا صدر بعد سنة تمام، يعني بأيلول أحداث أيلول أوسلو يعني كانت 1993 بشهر أيلول،
الرئيس الهراوي منذ ذلك الوقت، لأني أنا انتقدته بمرارة وأبديت موقفي، اعتبر أنه أنا ما لي حق انتقده، ما لي حق يعني عارض مواقفه. وكان بالأصل هو يريد أن يعين وزيرا آخر غيري أنا وزيرا للداخلية، كان يريد أن يعين الوزير ميشيل المر. فانتهى هذه المناسبة، يعني خلال السنة حاول أن يتسقط أخطاء لألي وحاول أن يناور، فلم يستطع لأني كنت حريص جدا على تطبيق القوانين والالتزام بمواقف الحكومة ومواقف الديمقراطية. كنت دائما أقول أن هناك الدستور أعلى من القانون والقانون أعلى من القرار. فكان الرئيس اليسراوي يعني يشعر بالمرارة من موقفه، ففي كل زيارة إلى سوريا كان يطالب، يعني معتمدا أن الإخوة السوريين لهم نفوذ بلبنان ويشاركون يعني بتشكيل الحكومة، وأنا كنت على صداقة ود معهم يعني. فكان يطالب بالإخوان السوريين أنه بإعفائي من موقعي خلال السنة، يعني خلال سنة 93 ل 94. فآخر زيارة عملها بعد ما يعني مهد السبيل، خلصت المحادثات مع الرئيس الأسد، وكان موجود وقتها الرئيس بري والرئيس الحريري والرئيس الهراوي من الطرف اللبناني، فاختلى الرئيس الهراوي مع الرئيس الأسد وقال له إذا بتعمل معروف سيادة الرئيس أنا بدي بيت بدمشق لأنه أنا ما رح أرجع على بيروت. قال له كيف؟ قال له ما فهمت كيف ما بدك ترجع بيروت، أنت رئيس جمهورية وأنت رأس الدولة. قال له ما قادر أنا أرجع على بيروت، خلص أنا أخذت قرار ما قادر أرجع على بيروت. قال له تبعتيني السبب؟ قال له السبب بشارة مرهج، أنا ما رح أرجع على بيروت لأنه وبشارة مرهج موجود. قال له يعني مثل ما روالنا كثير من القيادات العليا السورية واللبنانية، قال له الرئيس الأسد نحن حريصين يعني بهاللحظة في يعني تطويق وفي حصار على المنطقة وفي استهداف للبنان ولسوريا، يعني نتريس بهذه الأمور وكذا. فقال له الرئيس الهراوي إذا بتسمح يعني أنا بدي روح استأجر بيت بالشام ومني راجع على الشام. فالحقيقة هيدا هو وكان في تعديل حكومي حدث في وقتها، وأنت استبقته بأنك قدمت استقالتك يعني في أعلى التعبير عن يعني عن الكرامة والمواجهة، يعني لذلك إن أصدروا المرسوم أثناء عودتهم من دمشق بالليل، يعني صدر المرسوم على الحدود السورية اللبنانية بالليل. الصحفيين يعني ما فهموا شو عم بيصير ولا حدا عارف شو عم بيصير يعني بينما كانوا في الطريق. بتعرف معالي الوزير وانت تتحدث استعيد واياك ايضا في الذاكره، لانه بعد انتخابات 92 وانت فزت فيها وفي حينها سجلت انتصار كبير ان صح التعبير، لانه نحن بعض الطائف ونتحدث عن قدرتك على اختراق القائمه المدعومه من الرئيس رفيق الحريري في حينها قائمه الرئيس الحص، وفزت في الانتخابات وحصدت أرقام كبيرة، وبعدها لك يعني كنت في حينها لا ترغب كما فهمت وجمعت بعض المعلومات بأن يعني توزر أو تكلف بوزارة، وذهبت إلى دمشق يعني في حينها حتى يعني يكون هناك يعني نوع من الطلب أنه أنا لا أريد أن أكلف بوزارة وأثبك في أهم وزارة، وزارة الداخلية. سنة 92 فزت بالانتخابات بوجه اللائحة التي كان يرأسها الرئيس سليم الحص، وكانت يتعاون فيها مع الوزير سنيورة آنذاك ممثلا الرئيس الحملي. كان مدير الحملي. انا استبعدت من هذه اللائحه مع انه كان طبيعي يكون فيها. نزلت بالانتخابات مع الرئيس رشيد، بس كانت لائحه ضعيفه، مع ذلك انا فزت لوحدي وبعدين الرئيس رشيد الصبح. فكان انتخابي من اهالي بيروت مميزا لانه رغم كل شيء انتخبوني. نعم. رغم محاولات الاستبعاد. وتسمح لي معالي الوزير هذه محطة مهمة وتكملنا، يعني عندما تحدث أنه انتخبت في بيروت وأنت ابن ظهور الشوير سامحني، وهناك في بيروت يعني درست وفي بيئة يعني عروبية قومية يعني نشأت فيها وعليها،
وهذا ميزك في وقت كان لبنان يراد أن يقدم فيه بأنه سامحني المسيحيين في حالة انعزال، عدم اعتناق قضايا الأمة لا سيما القضية الفلسطينية، حيث كان في حضور للمقاومة الفلسطينية في لبنان. هذا ميزك بشكل أساسي أيضا. أنا ولدت في بيروت وعشت في بيروت معظم حياتي في بيروت، يعني عشت صحيح قليلا في الجبل، فانخرطت بالعمل القومي والعمل التقدمي وخصوصا المرتبط بالصراع الفلسطيني الصهيوني، وكان عندنا تأييد هائل للشعب الفلسطيني ولمقاومته منذ يعني بداية انطلاقة الثورة 1965 وحتى ما قبل، ورافقنا هذا النضال بشكل تفاعلي إلى يعني فترة بعيدة امتدت إلى اليوم. فلذلك كان في، وأنا اشتغلت بالعمل الوطني داخل بيروت، فأنا الحقيقة ما كنت طالب، يعني أول مرحلة ما كنت طالب الوزارة، كنت طالب أنه يعني اتهيأ للعمل النيابي والعمل الحكومي وكذا، لكن اجت الظروف فرضت أن يكون بالوزارة، فأنا تكيفت مع هذه الظروف وانطلقت بالعمل الوزاري. هذا هو. طيب، ولأن أتحدث عن علاقتك مع الرئيس رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، أنت وصفته بالمد والجزر، لكن طالما أيضا ما بعد انتخابات 2000 صار في خلاف كبير، يعني في محطات كان في اختلاف في النهج، في الرؤية، في المشروع، سنتحدث عنها في الجانب الاقتصادي والسياسات المالية، لكن قبل ذلك في محطة الاختلاف ما بعد احتلال العراق وغزو العراق 2003، وكان ذلك أيضا مسببا لنرى يعني استقالة للحكومة نتيجة موقفك في حينها الرافض لهذا الاحتلال، وحلة الحكومة، وفي أقصر عمر لإعادة تشكيل حكومة في 24 ساعة شكلت حكومة، تم تغيير اسمين فيها، واحد منهما أنت معالي الوزير بشارة مرهج. 2003، بس قبل ما نوصل لل 2003 أنا استقلت من أول حكومة، كان وقتها بالبلد ممنوع الاستقالة، كان النظام يعني المشترك السوري اللبناني يعني لا يستأنس بالاستقالة وطرح الاستقالات وكذا، لكن أنا عندما أرادوا فرض علي أن تكون وزير دولي وتترك وزارة الداخلية، يعني قلت لهم أنا ماني قابل بهالشيء، وقدمت استقالتي رغم كل الظروف الصعبة اللي مريت فيها في تلك اللحظة. هلأ سنة 2003 يعني كمان ارتبطت بالحرب، يعني بعد ما دخلوا الأمريكان على بغداد شافوا أنه لازم تغيير الحكومة بلبنان، لأنه أنا ورفاقي وخاصة الأخ نعم بشور خضنا معارك ضارية، أنا من موقعي بالحكومة وهو من موقعه بالعمل الشعبي، خضنا حرب ضارية ضد مبدأ الحرب على العراق. فنحن كنا أثناء الحرب يعني رغم الموقع الوزاري نكون بالشارع عم نواجه يعني السفارة الأمريكية، وهذا موقفك معالي الوزير أيضا، يعني سبقه رفضك للحصار للعراق، وفهمت فيما بحثت في المعلومات أنك ساهمت بإيصال طائرة لمساعدات إلى العراق من أوكرانيا، أحد منهم في العائلة يملك شركة طيران في أوكرانيا، وجئت فيها من أوكرانيا إلى مطار بيروت، وكان هناك من عمل لمنع وصولها إلى بغداد لولا موقف المشرف أيضا للرئيس الحص. هذه قدرة راحت اللي رحنا فيها طائرة من الخليج، طائرة من رجل مخلص لقوميته العربية من أهل الخليج، رحنا فيها يعني مرتين كسرنا الحصار، والأخ معن كمان من خلال يعني مرات بريا ومرات جويا كسرنا الحصار، وهذا الحقيقة يعني أزعج الأمريكيين كتير، مع أنه نحن كنا عم نمارس حقنا وطلع معنا حق، يعني كانوا يريدون ضرب المنطقة كلها من خلال العراق وليس العراق وحده. طيب معالي الوزير، أريد أن أعود وإياك، هذه واحدة من المحطات ولديك الكثير من يعني المواقف المشرفة والأحداث التي عايشتها وكنت فاعل فيها في العلاقة مع الرئيس رفيق الحريري، وصفت أنت بمد وجذر، ونريد أن نعرف في الخلافات أو في يعني الافتراق على مستوى النهج والمشروع، ذكرنا جانبا منها في موضوع دمج المصارف والهندسات المالية، أنت كنت من السباقين الذين اعتبروا أن هذه كارثة كما وصفتها، أريد أن أختصرها هنا في العلاقة مع الرئيس رفيق الحريري بإيقاع بإيجاز وما وصفته في قدس الأقداس
موضوع دمج المصارف في هذه الحادثة، وكان فيها أيضا سيد معن بشور. نعم، أنا اختلفت مع الرئيس الحريري خلافا شديدا حول المسألة الاقتصادية والمالية، وهذا الخلاف يعني كان مطروح أمام مجلس الوزراء، طرح على الطاولة، ما كان صراع يعني خارج الأطر الدستورية والقانونية. وأنا بيّنت كيف أنه عملية دمج المصارف أدت إلى مساعدة مصارف ارتكبت أخطاء كبيرة بحق الاقتصاد اللبناني وقطاع المصارف وبحق المودعين. بعد الجلسة اللي صارت بمجلس الوزراء وطرحت فيها أنا الموضوع، وكانت جلسة عاصفة جدا، يا ريت هيدي يطلع عليها الرأي العام. ثاني يوم كان الأخ معن عم بحضر لمؤتمر عربي عام، فكان من المفروض أنه يلتقي بالرئيس الحريري. فمجرد ما دخل الأخ معن على الرئيس الحريري كان 7 الصبح، قال له عمالك عمالك يا معن، بشارة بيقدر يتظاهر ضد أمريكا، وبيقدر يتظاهر ضد لندن، وبيقدر يتظاهر ضد الحكومة، بس ما بيقدر يتدخل بالشؤون المالية، هيدي قدس الأقداس. خلي موضوع المصارف موضوع يعني يتجنب. فقال له معن اللي عم بيقوله بشارة أنا بتبنيه، لأنه في خطر على المصارف، في خطر على الوضع المصرف. قال له لا، هذا قدس الأقداس وما تتدخلوا فيه. نعم. قال له نحن ما بقدر نتخلى عن واجباتنا. وأنا قلت له ما بقدر أتخلى عن واجباتي. هلأ بعد ما استشهد الرئيس الحريري، هالنهج اللي كان قائم داخل المصارف ومع يعني أهل الحل والربط داخل الحكومة استمر. ومن ضمن الهندسات المالية اللي أنا اكتشفت أنه في هدر كبير بهالهندسات المالية، لأنه نفس الطريقة عم بيصير إعطاء قروض كبيرة جدا بفوائد قليلة جدا. طيب معاليك، عندما نتحدث عن هذه المحطات ونجري هذا الإسقاط مباشرة على ما يعيشه لبنان، إن كان على مستوى الرؤية للقضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، المقاومة في لبنان، تحدث أيضا عن حزب الله، وأنت عايشت وكنت من المدافعين وأيضا من المقاومين على الأرض، إن كان يعني دفاعا عن المقاومة الفلسطينية، وذهبت إلى الأردن وكنت حاضرا على الأرض في أيلول الأسود 70 من القرن الماضي، وكذا بالنسبة في جنوب لبنان يعني في العرقوب، كفر شوبة وشبعة، ومنشاهده اليوم حتى في محاولة تغيير الواقع، أنت كنت هناك تقاتل مباشرة بالعمل الفدائي، وشاركت في تأسيس حتى يعني روابط الدفاع الشعبي وحتى إيصال السلاح إلى هناك، وكنت من المدافعين عن المقاومة في 93 في تموز 93 من القرن الماضي، وكان يراد أن يوضع الجيش اللبناني في حينها في وجه المقاومة اللبنانية، وخط المعترك السياسي بمعنى مواقع السلطة، لكنك غادرت عمل السلطة، لا ترغب بالعودة ولا في المشاركة ما بعد انتخابات 2005. لأنه الإنتاج داخل الدولة صعب كثير، يعني في هيمنة للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، ولا يستطيع المرء إلا إذا كان يعني جزء من قوة كبيرة أن يغير في الأمور، وبالتالي نعم. بيسمع عم بدور حول نفسه. فلذلك العمل من الخارج مفيد جدا. لما كان بعد الطائف دخلنا بالحكومة، كان على أساس أنه في تفاهم عربي ضمن هالعدلات، دخلنا بالحكومة، يعني دخلت أنا بالحكومة 3 مرات. نعم. وخرجت منها كما دخلتها نظيف الكف، وحتى يعني بحث كثيرا وشغل كثيرا على إيجاد أي أمر ضدك صغر أو كبر لاستثماره في مواجهتك، لكن ذلك لم يحدث، وأنت من الأسماء القليلة والنادرة أيضا في لبنان التي خرجت كذلك من يعني مراكز في السلطة. أشكرك جزيل الشكر سيد بشارة مرهج معالي الوزير الداخلية اللبنانية السابق على مشاركتك معنا في برنامج بإيجاز. شكرا شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم، موعد جديد يتجدد الأسبوع المقبل، ودائما بإيجاز، إلى اللقاء.